يو السلام اخوت ومرحبا بكم في قناة مسترطة. في هذا الفيديو تجد لكم واحد تطبيق ديال الجن في التليفون. انا بوحدي في البيت دابا مجرتل كامل وغادي ندير داك التطبيق ديال كشف الجن. يعني الا كان عندي انا شي جن لاصق في الحيط ولا شي لعبة غادي نجبد داك الجن. اوكي دابا غنهبطو تريدو خوت غمدو غمدو الروح ديالو بصح باش مابقا نبان حتى واحد. الخوت والله حتى الخلعه ديالو بصح. المهم التليفون اللي غنقلب منه سميتو التليفون اللي غنجبد منه بسم الله هادي تعمر واحد العيبة الفوق. المهم هادشي هدا غنحطو في الجنب باش نشوفو واش كاين الجن معايا في البيت ولا لا. ما عرفتش مال هادشي التكوان في الاول كان خدام مزيان والله ما عرفت اخو ما فهمت انا علاش هادشي تبلوكا. بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتسمع الهضرة كاين معايا انا شي جن والله شي كنت بوش واش كاين معايا واش معايا ندير البلاصه فيك الناس نشوف السقف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سمعتو واش نتوما معايا واش نتوما معايا في هاد البيت حدا الباب حدا الباب انجلس على خاطري نشوف. هانتوما حدا الباب كيفاش هضر اخويا ما فهمتكش ما سمعتكش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تليفون راهو انايا ما عرفتش علاش كنت ندير هانتوما ها هي جيت لبني هاد التليفون هو انا شنو بان ليكم في هاد لابليكاسيون عندي زعما واش زعما بصح شنو بان ليكم في هادشي هذا
دابا انا جبدتهم دابا انا والله حتى كنجبدهم ما كيجينيش النعاس ما عرفتش دابا انا درت خطا ما كانش عليا ندير التطبيق هذا ونبقى نذكر الاسماء ديالهم اصلا ما كيجينيش النعاس وحق الله بالليل ما كيجينيش النعاس وكنتخلع واش داني دابا انا نبدا ندير فهاد الشيء هذا شنو عندي اليوم بانني انا مرض واحد جوج ثلاثة ربع يلا الجنون يلا إذا كان فيكم شي جن يضرب معايا بسيت ها ها هم ها ها يا ها هم يا الله فين مجنون وخلعني هاد الإشارة هذا والله تخلعني بالرقم احنا عاودناه احنا شفنا الصوت وفينك ويلك تخرجوا لي دراع الله يسهل خلطكم وقال لك في الباب الباب هنايا انا جن يا الله خرجوا لي انت وسترجم انا نشوف انا واش فيا نشوف واش فيا خوتي خفت بزاف ماما ما فيك نبغ التليفون شو واش فيه ما فيش حوايجي حوايجي شو 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 سوبي سيبس واش شدو معايا شوش مرايا الباب فين عرفتين غنحبس انا هادشي يضربني شي جن والله هادشي صاحبي راه هادشي راه خايب اصاحبي نبقى ندير انا في هادشي هذا وتخيل تخيل الليل اصاحبي الليل دابا بنادم راه ناعس نجي انا نبقى ندير الا كنت خرجة باش مبغي الناس يجي يضربني انا وانت تفرج فيا يلا دير جيم وكومونتير وفعل الجرس باش يوصلك اي جديد اللي ما بغاش الرعب ولا ماشي سوقي اللي بغى يتفرج فيا مرحبا اللي ما بغاش يشوف حاله على خوت الله
ايوا تهلاو قلت لك تهلاو وتهلا صاحبي